منو اللي كان شني؟ سيد رئيس اركان الجيش. لا بابا لا، ولدي ما يصير ابني، ما يصير سيد. ربما أكثر من يبكي على مشهد كهذا هم الجنود الذين خاضوا ميادين المعارك دفاعا عن ثرى العراق. وهنا مشهد يحفر في الذاكرة، حين يكون القائد إنسانا لا تغريه المناصب، فتتحرك غيرة رئيس أركان الجيش على فريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله ليحتضن هما من هموم جندي بطل فقد بصره لكن أرشدته بصيرته إلى أيد أمينة مخلصة باسم العراقي ولأجل شعبه. المجلس خليل سامي وأنا خليل ساجي، جيت أصحح. قالوا لازم يجيب لنا رسالة حركات. أقول لك طلعوا الأوليات، لو لا تشتقري غيروها. ونزعة في وجه المظالم ينقذ يار الله قضية جندي محروم لأجل حرف أو خطأ في الاسم، لكنها رسالة موجهة في وجه أي كان أن قيادة العراق نابضة بالعدالة والضمير ومواجهة الفاسدين من كانوا وأينما كانوا. سيرة حافلة بالتاريخ المشرف الذي قاده رئيس أركان الجيش منذ أن قاد عمليات معركة تل عفر عام 2017، وبعد تعيينه في عام 2020 يواصل صورة العراقي الحر المقدام الذي يواجه كيد الأعادي، صور اقشعرت لها القلوب وتفاءلت بها مهج الجنود أن في العراق أحرار أبطال، عن الحق مدافعون، وعلى الباطل منتصرون.